الشلات. صباح الخير. السلام عليكم. تفضل. صباح الخير. اهلا وسهلا خليفه، يعطيك العافيه. الله يعافيك. المفروض انت دخلت علي لنا بشلة على فكره. اول شيء اسعد طيب. صباحك. تفضل. اهلا وسهلا. بارك طيب، ما طلبت. شو اخبارك؟ الحمد لله تمام. الشلة، الشلة الإماراتية والشلة السعودية، هذول أكثر انتشار حاليا بالخليج. يا ريت تعرفنا شو الفرق بين الشلة والشيلة. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، مشكورين على هذه الاستضافة الطيبة، إن شاء الله نكون ضيف خفيف عليكم. أول شيء الشلة الإماراتية والشلة السعودية، الفرق بينهم الشلة الإماراتية تكون فقط شلة بصوت، أما الشيلة السعودية حتى اسمها يختلف، شلة وشيلة، السعودية شيلة. تكون فيها إيقاعات وموسيقى وآلات ثانية. يا سلام. أما الشلة الإماراتية فقط صوت ولحن. بس خليفة، بنلاحظ إنه مؤخرا بدأنا إن إحنا نحل مثلا قضايا معينة أو أمور معينة بدنا إحنا الشباب أو حتى في المجتمع من خلال الشلة. أنت في شلاتك اللي أنت بتلقيها أو بتأديها دايما بتحافظ إنك أنت تركز على موضوع معين مثلا يخص الشباب أو قضية مجتمعية معينة بتحاول إنك أنت تعالجها من خلال الشلة اللي بتلقيها؟ لا، هو يختلف بين مادة شلة ومادة شلة شخص آخر. يكون يعني إذا في أي مناسبة أو يكون يعني صاير لك مثلا مناسبة أو ظرف شيء صار لك قبل فترة وحبيت أنك تبينه في شلة، أما يكون يعني شيء زين أو مو بزين، عتب يعني أو فراق أو زواج أو حب أو غيره. يمكن خليفة لحتى تتبسط الصورة أكثر، أنت اللي بتكتب وبتأدي ولا أنت ما بتكتب بس بتأدي؟ أنا بس أدي. طيب بتحس هذا الموضوع صعب؟ يعني بتحس مثلا اللي عم يكتب هو المسؤول عن الشعور أكثر من اللي عم بيأدي، ولا عادي ما عندك مشكلة تقدر تعيش الشيء الشعور؟ نفس الشيء تقريبا، بس طريقة أداء الشلة، إذا كانت مثلا إذا كان الشاعر كاتب قصيدة حزينة لازم يكون مؤدي الشلة يطلع الحزن يعني داخله، يكون ملموس يعني. أيوة. طب خليفة، ما بدك تسمعنا شلة يعني؟ معقول؟ أسمعكم إن شاء الله. يلا. طيب سمعكم قصيدة من كلمات بنت مليحة. الشوق ظالم واللي نشتاق له ظالم، ياخذني الشوق له ويردني صوبه، ما ودي ابعد عنه والله بي العالم، لكن على البعد روحي اليوم مغصوبة، حاولت أنساه وأسلم بس ما رايم، قلبي عصاني وعزم يتبعد روبه، يا ليت لو صاحبي في حالتي عالم، ويرده الشوق ويفكر في محبوبه. سؤال. الله عليك. صح لسانك. صح بدنك. يعني من اشهر الناس اللي ادوا الشلة بي يعني دولة الامارات، عوض المنهالي. عوض المنهالي. يعني وعلي الكيبالي. صح. يعني في 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 ناس ما شاء الله يعني بدولة الامارات، واحنا نتعلم منهم يعني. ما صح. طلعنا على يعني هالجيل يعني في تحصل وايد شباب تعلمين قدامه يعني اللي مدين الشلة بصح. صحيح. طب تقدر ما بعرف، انا صار عندي فضول اعرف اذا انت عم تأدي الشلة بتقدر مثلا تأدي اغاني تانية مع موسيقى وايقاع؟ عندي اغاني مدي اغاني، ويعني ترى الشلة والأغنية نفس الكلمات ونفس اللحن، بس يختلف في السرعة. إذا الشلة بتدخل عليها موسيقى بتكون أغنية سريعة، أما الشلة بدون موسيقى تكون هاي فقط شلة. طب هل بتفضل الشلة ولا بتفضل الأغنية كاملة مع موسيقى؟ أفضل. وين بتحس إنك أنت بتبرز أكثر خليفة؟ أنا اللي أشوفه كل شيء، بس اللي أشوفه في الناس يقولوا الشلة تبرز أكثر. حلو. اي بس خلينا احنا كمان نقرر يعني، ممكن تقدمنا اغنيه ونشوف اغنيه انت... بديركم بس لو في آلات موسيقيه بتكون بعد افضل. خلينا باجواء الشله. طيب يلا اوكي نسمع شله ثانيه. بس اساله منا سؤال. تفضل. الله يزيد فضلك.
تعرف شلة محلى ملاق العين بالعين؟ ايوه تعرفها؟ اعرفها. سمعني اياها يلا روح. زين عاد مو بحافظ انها كامله. يلا انا وياك. يلا امجد صار امجد راي شليت بتاعنا. محلى ملاق العين بالعين حلو ابتسامه والقلب راق. كمل وياي. واللي العين بالعين عقب اشتياق وطول فرقه. عقب اشتياق وطول فرقه. واللي مفارق له محبين كنا غريق بموي زرقه. عيل عندك شله. واللي مفارق له محبين كنا غريق بموي زرقه ما تدري ان الصد والبين يحطوا وسط اليوف حرقه. حرقه. يا سيدي يا كامل الزين. زين. حرام خلك منك يشقى. أيوة الله. صح الله صح. والله انا عجبتني خليفه يعني انا ما شاء الله سمعتها من الفنان هزاع ومن ايضا من هالي. أيوة. عجبتني وصرت اسمعها يعني دائما موجوده يعني عندي. هذه الشله من اشهر الشلات يعني. طب شو كمان بدك تسمعنا بما انه امجد كملها عنك فلازم نسمع شيء ثاني. انا شايفه وراء شكلك انت محضر شيء. محضر بس بسمعكم شيء في بالي. يلا. أوكي. أوكي. ولا لا بسمعكم شله عتاب. يلا عتاب. عتاب يقول من نساك انساه ولا تبكي عليه الفراقه وين ولا طعن الرماح كم غفرت وقلت انا في دواعينيه دون عذر ودون يطلبني سماح وارفع يديني عسى ربي يهدي هذا شرع الحب يبغي لك فاح كم عشقته كم شريته واهتوي كم منا صبر على كسر الجناح وليا شكا تعبانة عنا وجي أحرسه ملآه في صبح ورواح من نساك انساه لا تبكي عليه الفراقه وين ولا طعن الرماح الفراقه وين ولا طعن الرماح مسكين صح لسانك جد لنساك انساه جد يعني تحس انه الشله كمان تعطيك جو وتعيشك الجو اكثر واكثر يمكن الاغنيه يمكن الايقاع يمكن يلعب دور ويضيع شويه معنى الاغنيه. انا عندي سؤال لخليفه. خليفه اكيد اصحابك كثير مبسوطين فيك لما تكونوا مثلا رايحين عاملين جمعه مثلا قاعدين بالبر بالشتاء اكيد بيطلبوا منك تغني. شو اثر الشله يمكن بينك وبين رفقاتك؟ قد ايه ممكن هذا الشيء يخلي الاصدقاء يتجمعوا لحتى يسمعوا الشلات؟ شوفي في يعني اول شيء قلتي في البر وفي الشتاء هذا اغلب الاوقات يعني يتجمعوا فيها الشباب وقعدات وسواله ونقعد دائما يعني حتى في الدوام بعد نفس الشيء. اه بتسوي شلات في الدوام؟ في الدوام مره في كل مكان. ما شاء الله. مديرك لو شافك دلوقتي هيزعل منك. بالعكس حيكون كثير مبسوط فيه. بس خليفه هو الموضوع بتحس انه بالفطره ولا ممكن الواحد يتعلم يأدي الشلات؟ هو لو بيتعلم بيديها بشكل صحيح اذا ما كانت عنده يعني موهبه. موهبه اللي هو الصوت الحلو انت قصدك؟ ايوه الصوت الجميل وادائك يعني الشله الصحيحه. يعني ما في اي واحد يقول انا بشل شله بياخذ كلمات وبيشل شله وهو ما عنده يعني خلفيه من قبل. يعني امجد انت حافظ الشله؟ لا لا امجد بتحاول. لا بس خليفه عايزه اسالك على موضوع انت ازاي بتحاول تسوق لنفسك في قصص الشلات وانك انت توصل للناس مثلا الاغاني او الشلات اللي انت بتقدمها وقول لي اخبارك ايه مع السوشيال ميديا بتحاول تستخدم السوشيال ميديا كمان في ان هي تساعدك في التسويق ده؟ استخدم نعم السوشيال ميديا وانتم بعد ما مقصرين قناه الفجيره برنامج 7 على 7 وصباح الخير يا وطن وبرامج يعني اخرى السوشيال ميديا انستغرام وسناب وننشر يعني اللي مع يعني اللي نعرفهم وشي ويتابع يعني بس الاهم شيء انك اذا بتسوي شله تختار الكلمات الصحيحه يعني ما في شاعر الحين مبتدئ يعطيك كلمات نعم لو بتشوفها انت تقول هذه يمكن ترفع سوقك ولا تنزله فيعني ما تختار اي كلمات يعني ما ان اي واحد يقول لك سجل لي يلا بسجل له
صحيح. الا اذا كان الكلمات يعني تشوف انها مناسبه لمستواك ولك يعني. يعني انا بعتقد ايضا خليفه حتى الشعراء نفسهم يمكن ما عندهم موهبة انهم التلحين او الشله او الشيله السعوديه، لانه بتنتبه انت كمان امجد انه مثلا كل شله عن الثانيه بيختلف اللحن تبعها، المفروض كمان الشخص يكون قادر ينوع بين الحان الشله. مزبوط. عندك ناصر السبيعي الشاعر السعودي لما طلع على مسرح شعر مليون يعني هو اعطى تلحين لناقتي يا ناقتي يعني واعجبت الجمهور. شوف كيف التلحين احيانا بيعطي جوله للجمهور. نعم. جوله للناس. ترى في يختلف حد من الشعار يعني يقدر يلحن يعني. شوف في ناس في شعار يعني يكتب القصيده ويلحنها ويديها بصوته، بس فيه شعار يكتبه بس القصيده ما يعرف يلحنه ولا يعرف يده، وفي العكس يعني واحد يعرف يشيل شله ويعرف يغني بس ما يعرف يكتب. صح. تختلف يعني بين شخصين. بس اختلفت الشله مثلا من ايام زمان لليوم، صارت مثلا صار فينا نقول في شله معاصره، او اختلفت طريقه الكتابه او طريقه الاداء من ايام زمان لليوم، ولا لسه نفسها؟ هي مو بنفس نفسها يعني، الكتابه نفسها تقريبا، بس اختلفت في شيء واحد، انه بعض الشلات الحين يدخلوا فيها الموسيقى. يعني انا حتى الحين في الامارات يعني بعض الشلات يكون يعني فيها شيء بسيط من الموسيقى الهاديه، اما الشلات القديمه فقط صوت. صحيح. يمكن يستخدموا آلة القانون او عزف الناي. أيوة أيوة أيوة. يعني الالات اللي نعم. شويه مايله وتريه أيوة. نعم. شيء بسيط يعني. صحيح. اما في الماضي ماشي الات ولا غيره. طب هلا يمكن كمان الدعم خليفه هو الشيء اللي بيساعد راعي الشله انه هو يطلع، اذا ما لقى الدعم من اهله واصدقائه ما بيقدر يعمل هذا الشيء لحاله. احكي لنا مين دعمك، مين اللي ساعدك، مين اللي قال لك خليفه صوتك حلو لازم تروح لهذا المجال وشجعك لانك توصل لهم؟ هذه يا طويله العمر يعني حصلت انا دعم، بس مو من الكل. نعم. مو من يعني حصلت من شخص او شخصين يعني، بس انا اسمع كلمات واسمع الشلات يعيبني يعني واردد يعني وراهم. وفي يوم من الايام تقريبا 2014 كان في رمضان، يعني اذا في رمضان الناس يصلوا والناس، وانا اشيل شلات ما شاء الله في رمضان. شو شليت عن الاكل؟ لا لا ما عن الاكل، شليت عن بنت بدويه، اول شله هذا منزلنها ما شاء الله. انزين كلمني خالي قال لي شو رايك نسجل شله، سجلها يعني. قلت له ان شاء الله بسجل عادي. وسبحان الله رحت وسجلت وخلصت، رجعت البيت يعني لما سمعتهم ولا واحد قال هذا انت. وسبحان الله من بعدك الشله بديت في المجال. خليفه احنا بجد مبسوطين بيك جدا، ونتمنى لك كل التوفيق، وان شاء الله تعمل لنا شلات مميزه جدا، ونشوف يعني جديدك عن قريب والبوم ليك. بس حابين ان احنا نختم معاك بشله من ذوقك، يعني سمعنا حاجه على ذوقك ان شاء الله. فالكم طيب. يقول هاي القصيده من كلمات حمد لوشاحي. اي همني وهمه ودراهم المنقود، تعجبني خف الدمه راعي العيون السود، بن خاله وبن عمه ولو وقفوا الحسود في ضامري بضمه وبعبر عشان حدود، القى السعاده يمه وعن العرب مفنود، يمشي الحسن في دمه وخصره شرات العود. صباح سامحوني على قصوره.